أعزائي مرضى ضغط الدم، احنا لازم نعرف ان مرض ضغط الدم مرض من الأمراض المنتشرة عندنا في مصر، وعدد كبير من المصريين مصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم المزمن. ضغط الدم ملوش أعراض في البداية، والناس ساعات بتتصور ان ارتفاع ضغط الدم بصحبه الصداع، بالرغم ان مرض الدم ممكن يكون ان مرض ضغط الدم عنده صداع وما عندوش ارتفاع في ضغط الدم او العكس. مريض ضغط الدم لازم يحاول قدر الامكان انه يفحص ويقيس القياسات باستمرار، يعني بكل اسبوع مره او كل اسبوعين مره، يحاول يشوف العلاج اللي هو ماشي عليه يرتبط بيه، ويحاول بقدر الامكان ان ياخده في مواعيده وما يسيبوش وما يزهقش ويقول ان الدواء كتير وانا زهقت، لان عدم اخذك للعلاج ده بيؤدي الى ارتفاع تدريجي لضغط الدم، بيفسد حاجات كتيره في جسمك، بيبوظ الكلى وممكن يصيبك بفشل كلوي، بيسبب تضخم في سماكة البطين الأيسر، ومع الوقت ممكن يعمل نوع من أنواع فشل القلب وقصور في الشرايين التاجية، بيعمل تضخم في الشرايين المتوسطة والكبرى، ممكن يسبب ستروك اللي هي جلطة المخ أو نزيف المخ. إذن ضغط الدم يجب أن يعالج، ويجب أن لا يترك، ويجب أن يتابع، ويجب أن احنا ناخد العلاج المظبوط والصح اللي يمنع لي ارتفاعه وينزل الرقم، وفي نفس الوقت يمنع لي المضاعفات اللي بتحصل من ارتفاع ضغط الدم. كمان حياتنا اللي احنا عايشين فيها دي، نحاول قدر الامكان نقلل من الملح الطعام، والمقصود بملح الطعام كل ما في داخله ملح الطعام، الجبن القديمة، المخلل، الزيتون، المملح، الملح الزيادة اللي موجود فيك، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في كل الأكل اللي احنا بناكله في ملح، في كلود صوديوم، إضافة الملح دي ده زيادة على الأكل، ده بيرفع ضغط الدم للناس اللي عندهم استعداد لارتفاع ضغط الدم، وبينشط لبعض الأجهزة بداخل الجسم اللي بتسبب لارتفاع ضغط الدم لوجود الملح. الحاجة الثانية الإقلال من الوزن، لازم نخسر من وزننا كتير، لأن كل جرام زايد عن وزنك ده بيسبب لك ارتفاع برضه في ضغط الدم. فالإفراط في الوزن والسمنة المفرطة واحد من الأسباب اللي بتسبب لي ارتفاع في ضغط الدم، عشان كده لازم نحاول ان احنا نقلل من الوزن، وتقليل الوزن ده مش هيجي غير بنظام غذائي جيد. نمرة اتنين ان احنا نحاول بقدر الامكان نمارس بعض الرياضة، اللي مش قادر يعمل رياضة يبقى يقدر يمشي، والمشي ده لو كل يوم بتمشي نص ساعة في مشية حرة وصحية كده، ده بيحرك كل حاجة في جسمك، بيفقد بعض السعرات الحرارية، بيقلل من الوزن، بيخفض من ضغط الدم. زي ما قلت كده، يبقى احنا هنعالج وناخد علاج، وفي نفس الوقت كمان لازم نهتم بنمط الحياة اللي احنا عايشين فيه. شكرا.